أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في الصف الثاني والصف الأول لم يكتمل بعد، مع العلم أننا في مسجد كبير، فلو أردنا إكمال الصف الأول فأتتنا الركعة؟ لا، ما يجوز ابتداء صف ثاني حتى يتكامل الصف الأول، لا بد من هذا، فلا يبتدى صف ثاني إلا بعد إكمال الأول. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج، فإذا ترك الصف الأول لم يكمل صار فيه فرجة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالترابط في الصفوف وسد الفرج، فيكمل الصف الأول ثم يبدأ الصف الثاني ولو فاتتكم الركعة. أكملوا الصف الأول ولو فاتتكم الركعة.